عامل ده يعني فخامة الرئيس عبد السيسي ده ما تعملش من يوم ما اتنشأت الأرض ومش هيتكرر تاني. اللي بتعامل ده مش هيتكرر تاني مع يالي وزي جمهورية جيه. عامل حياة حلوة، عاملنا مدارس إجابة الصلاة على النبي، مدرسة سعود رقم واحد، عاملنا مكالمات حكومية، وعاملنا جميعا نشكر فضله السيد رئيس الجمهورية، عاملنا صرف الصحي. إن شاء الله دي مستقبل للأجيال اللي طالعة، مستقبل للجيل القادم إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يعينه ويبذل أقصى جهد أكتر من كده، وإن شاء الله إحنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. ناس زي العسل وبيعملوا خدمات للناس، مية وغاز ودنيا ومدنة وخير. ربنا يصلح حال الدولة ويصلح حال الرئيس ويصلح حال الدنيا يا عم الحاج، وإحنا في خير واحنا في خير، والراجل الغلبان عاد بياكل والعيش والدنيا بقت في خير وربنا يصلح حال الجميع يا رب. الناس مبسوطه من اللي بيحصل، يعني هم مش كانوا يفكروا خالص ان دي هيحصل خالص في البلد هنا. اللهم صل على النبي، دخل فيها كل حاجه دلوقتي، السجل اللي اتعمل للبطاقات هنا، اولاد جوازات، ومدرسه اللي هي بتاعت السقط اللي هي بتاعت الجماعه اللي هم الخرز دول، وكل حاجه يعني عامل حاجه كلها، كل حاجه في البلد حلوه الحمد لله، مش يعني ما قصرش حاجه في حاجه يعني خالص. الفتره اللي جايه لعيالنا يا باشا، العيال اللي وراك دي هتلاقي حاجه تمشي عليها كويس. الاسفلت محمد، مستشفى مظبوط اول معدوم بقاله 50 سنه. السعود دي مش كنا ما كنتش تعرف تخش المستشفى ده يا باشا، وقت ده تعرف اشتغلت. يعني مكان خدم هناك اهون برضو، واسفلت حلو شغل على طول، مش في حاجه مبطله، الناس كلها المدارس شغاله، كل حاجه شغاله.